نستكمل ملف المظاهرات والمسيرات في شوارع لندن. أعود إلى الزميل أبو بكر بشير. إليك أبو بكر، تسمعني الآن؟ صحيح أسمع. تفضل أبو بكر. نحن في راسل سكوير وسط العاصمة البريطانية لندن. بدأ بالفعل توافد المتظاهرين إلى هذا الميدان لأجل التجمع للمشاركة في المسيرة المركزية رقم 11 منذ بداية الحرب. طبعا هناك مسيرات أخرى لم تكن مركزية وكانت متنوعة بالإضافة إلى فعاليات أخرى. الخط خط سير المسيرة هو التجمع هنا عند 12 بالتوقيت المحلي، ثم التحرك سيرا على الأقدام إلى ترافلغار سكوير. هناك سوف تكون كلمات سوف يتم إلقاها عبر متحدثين. مطالب المسيرة ثابتة منذ اليوم الأول لانطلاق هذه المسيرات مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. إيقاف الحرب رقم واحد، ثم يعني السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والضغط على الحكومة البريطانية لجهة وقف دعمها وتمويلها وتسليحها لإسرائيل. وحتى بعض المتحدثين الذين التقينا بهم كانوا يطالبون بإعادة تمويل وكالة الغوث الأونروا، بمعنى أن هناك تفاعل من المنظمين والمشاركين في المسيرات مع تطورات الأحداث الميدانية والسياسية في قطاع غزة. المشاركون يتوقع أن التقديرات تكون سوف يكون بمئات الآلاف يتحركون كما قلنا من راسل سكوير إلى ترافلغار سكوير. على الطرف الآخر من المشهد هناك الحكومة التي منذ اليوم الأول كانت رافضة لهذه المسيرات واشتبكت معها لفظيا عدة مرات وعلى ألسنة متعددة، بدءا من رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي هاجم المسيرات سابقا وقال أنها تهدد الديمقراطية البريطانية، بالإضافة إلى وزراء آخرين وصفوا المشاركين في المظاهرات بأنهم يعني ينتمون أو يدعمون أو يروجون لأفكار متطرفة وجماعات متطرفة. آخر المحاولات الحكومية كانت لتضييق الخناق على المسيرات، كانت هي إعلان منذ أيام فقط عن تعريف جديد لمفهوم التطرف، وهددت الحكومة بأنها سوف تنشر قائمة تضم أسماء الجماعات التي توصف بالتطرف. الجميع مقتنع أن هذا الإجراء هو كان يستهدف هذه المسيرات بشكل مباشر يعني لمحاولة تقييدها ومنعها من الاستمرار. قيمة هذه المظاهرة هي أنها أول مظاهرة مركزية كبيرة بعد الإعلان الحكومي، وفي هذا نهج تحدي عالي وإصرار من المتظاهرين على النزول إلى الشارع بغض النظر عن التهديدات الحكومية والمواقف الحكومية. لدينا طرف آخر في المعادلة هو الشرطة البريطانية التي يعني أيضا لم تخفي أنها لديها مشاكل مالية مثلا، وتحدث عن تكلفة بقيمة أكثر من 32 مليون جنيه استرليني تم إنفاقها على تأمين المسيرات منذ بداية عمليات التظاهر، بالإضافة إلى استدعاء أكثر من 30 ألف شرطي أو 35 ألف شرطي لتأمين المسيرات أيضا منذ انطلاقها قبل 6 أشهر تقريبا. عدد كبير من هؤلاء العناصر تم استخدامهم من خارج العاصمة. تحدثت الشرطة أيضا عن اضطرارها لإلغاء أكثر من 5200 يوم إجازة، بمعنى أن المشهد مركب ومعقد. المتظاهرون مصرون على الاستمرار في التظاهر، الحكومة عند موقفها لكنها عاجزة عن وقف المظاهرات حتى الآن، والشرطة تعاني. يقول المتظاهرون أن الحل الوحيد لهذه الأزمة كلها هو إنهاء الحرب وممارسة الحكومة لإهامة الفعلية بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب، وبالطبع للحكومة لوقف تمويلها والتسليح لإسرائيل، وأنه إذا انتهت الحرب في قطاع غزة ووقف التظاهر لن يكون هناك داعي لا للتظاهر ولا للحكومة ولا للتقوير سياسي. نعم أبو بكر بشير من لندن، شكرا جزيلا لك. وصيحات المتظاهرين تبدو فعلا في خلفية المظاهرة. شكرا لك أبو بكر بشير من لندن.